السلام عليكم ورحمة الله. الزلفلاوي رسلني أخ مغربي يقول لي أنه لاحظ أثناء المقابلة ما بين الجزائر وقطر برسم نصف نهائي للكأس العربي، لاحظ أنه الكثير من الإخوة المغاربة كانوا يناصروا في فريق قطر، بينما كان من قبل المغاربة معروف عليهم من المناصرين تاع الفريق الوطني بشكل مفرط. يعني قريا انك نسأل وشنو سر هذا الحب هذايا ما بين الجزائر والمغاربة، برغم انه هو مغربي ويعرف شنو السر، هو الخو يحب خوه هذا ما كان. واستغرب كيفاش ولاو المغاربه يناصروا قطر في حين ما كان حتى شي يجمع المغرب بقطر. الاخ هذا تعلم لي الشيء اللي شافه، ولكن انا تفسيري انه هذا جاء نتيجه سلوك وتاثير تاع صحافه بودورو في كلا البلدين، وتأثير للناس السوء في كلا البلدين في الجزائر وفي المغرب. وهذو الناس يحبوا يزرعوا الفتنة، ما نظنش لا الطول لهم، ما تطولش وتروح، لأنه بالك شعزعف هذاك وناس يسمعوا كلام منا وسمعوا كلام من هي، كما كان ثاني من طرف الجزائري كان ناس كيف كيف أم يسمعوا، ولكن ما نظنش لا يكونوا راح تدوم، لانه قلت ما يبقى في الواد غير حجارو. الجزائري والمغربي شي ما يقدر يفرقهم، والجميع من يحب يدخل ما بين الصفر واللحم يتكسر ما يدير والو. وحتى وين كانوا انذال في كلا البلدين يعملوا على زرع الفتنه بين الاخوان، ما ينجحوش وما يفوزوش، لأنه تاريخ هو اللي يجمع ما بين الشعبين. وزيد نفس الدم، عندنا نفس الدم، وتشوف اليوم في نفس العائلة سيب واحد يحمل جنسية جزائرية والآخر حامل جنسية مغربية. هذا بالإضافة للمصاهرة، بالإضافة إلى المحبة لبناتنا. يعني شوف لما تمشي لأوروبا، سمعت تمشي لبلجيكا باريكزامبل، أنا ندخل المطعم مولاه مغربي أب إلا ويرحب بيا، اللي يسمعني ناظر يقول الأخني الجزائري يرحب بيا. إذا نمشي في إسبانيا، كنت في إسبانيا نفس الشيء، ندخل العشاء ما خلصتوش، شكون في الريستورون؟ جزائري ومغربي حاكمين المطعم، في زوج يعني فرحين بيا، قال ما تخلصش العشاء راك ضيفنا. ودايرين وصيب داير ليش المقابله بين الجزائر والمغرب، واللي قاعدين في الريستورون جزائريين ومغاربه ومتحابين. ما كان حتى تاثير تاع ولاد الحرام اللي يحبوا يزرعوا البلبلة والفتنة ما بين الشعبين، ما ينجحوش. على هذه نقول بلي اليوم مثلا المغاربة واش يخيروا؟ عندهم يخيروا، خيروا الجزائر ولا تونس، كيف كيف يجوج بالنسبة ليهم بحال بحال كما يقولوا. لا سيبورتي تونس راهم مغاربيين كيفنا، ولا سيبورتي الجزائر كيف كيف، هذا شيء طبيعي. وعلى بالي باللي الأغلبية رايحين يميلوا للجزائر، لأنه قالوا شاسي لو ناتورال إلى روفيان أو قالوا حاجة طبيعية تحاول تنحيها تحاول ترجع، ما تقدرش تروح، لأنه الطبيعي هو أنه المغربي يبقى دائما يميح الجزائر، يحب الجزائر أكثر من تونس. وعلاش؟ لأن الجزائر شاسعة جات ما بين تونس والمغرب، وبالتالي المغربي يبقى دائما عنده ميول الجزائر، والجزائري تاني كيف كيف عنده ميول المغرب، يحب المغربي
وحنا ثقافة واحدة، مراسل تاريخي واحد، دم واحد، حتى كي نزعفوا على بعضنا إخوان نزعفوا على بعضنا من بعد تروح ما يشدوش حق بعضنا. والشيء اللي نسجلوه هو أنه نحن كمغاربة كمغاربيين ما عندناش حقد لبعضنا، برغم أنه الساسة يديروا كل ما في وسعهم باش يفرقوا ما بيناتنا، لأنه وحدة الشعوب تحرج الحكام، خاصة لما يكونوا حكام ولاد حرام، لما يكونوا حكام يتسبوا في قطع صلة الرحم، كما قال لي واحد الأخ مغربي في بلجيكا، قال الله لا يتربح من تسبب في قطع صلة الرحم مهما كان، كان مغربي أو كان جزائري، قال لي هادو اللي قطعوا الحدود غلقوا الحدود مهما كان الله لا يتربحهم، هادو اللي غلقوا الحدود، نقولوا آمين الله لا يتربحهم. ربي يقدر الخير لبلداننا، ربي يوحد قلوبنا، وربي يخلينا ديما نحب بعضنا ونتألفوا مع بعضنا، والشي ما يقدر يتغلب على الأخوة الجزائرية المغربية. ربي يقدر الخير لبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله. صحافيها.